والملابس لها ان شاء الله ناخذ الاخت اسيا. صباح الانوار على راديو اصوات اسيا. صباح الخير اختي سناء، لاباس؟ لاباس عليك الحمد لله. هذا نهار كبير هضرنا معاك. الله يكبر بيك اسيا. احنا من المستمعات دائما كنسمعوا الراديو اصوات سناء الزعيم. الله يبارك فيك اختي اسيا، وهذا شرف لي نسمع صوتك هذا الصباح. بارك الله فيك. بدا البحر ولا مازال في ملابس الهام؟ قريب ان شاء الله، دابا كاين غير الفريز. وهي غتقدمي للمستمعات شي هواد الفريز؟ ما عنديش. ايوا تفضلي، مرحبا. حنايا غنرحبوا باي شي هواد جبتي بها علينا. عندي غريبيه بالزنجلان. الغريبه بالزنجلان. مرحبا، بسم الله. عندنا ثلاثه الكيسان بالزيت، ديك الكيسان عاديين ديال العمله. ايه. ورابعة الزبدة. نعم. وحتى والنص النص الأربعة الزيت السنيدة. ثلاثة الكيسان. دابا صافي نقول لك جوجلان، يعني على حساب نتي شنو بغيتي، واش ديري فيها جوجلان بزاف ولا ماشي بزاف. نتيا كيفاش كتصوبيها؟ وي راه نقول لك الطريقة. واخا وزنجلان شحال تقريبا كتاخذي نتيا؟ شحال كتستعملي كاس؟ انا كنستعمل كاس. اذا الزنجلان ديرو كاس، وهذاك الزنجلان كتحمريه؟ كنحمرو. واخا. وكان بالطريقه يا اييه، كنشدو هذيك ثلاثه الكيسان ديال الزيت كنطيبوهم. نعم. ومن بعد ملي كنحيدو ديك الكاسرونه ديك الزبده الرابعه كنخزنوها في ديك الزيت. حتى كتذوب. نعم. ومن بعد كنشدو ديك ملي كنخليو داك الزيت حتى كيبرد شويه كنخلطو الطحين، يعني على حساب العجينه ديالك كيفاش. ملي كنخلطو العجينه كنخليوها في الثلاجه حتى لغدا. دابا العجينه في الاول كتخلطي فيها الزيت والزبده والدقيق، ما درتيش السكر؟ والسكر نسيتي السكر. اول ما مشاركه اذاعيه. شوفي أسيا، نعم، واش دابا الا عيطتي لداركم ولا لصاحبتك غتبقاي تتفتحي ترتاحي لي مع راسك، وانتيا مع خواتاتك الحمد لله على راديو اصوات. يلا ونتبتو. اذا انت تخلطي كلشي ياك؟ الزيت والزبده وسنيده والزنجلان. والطحين. لا الزنجلان كنخليه حتى لغدا. واخا. دابا غير الزبده والطحين والسكر. وتتجمعيها وديريها في الثلاجه. كنخليوها في الثلاجه ليله كامله. ليله كامله حتى لغدا. واخا. لغدا ملي كنجبدوا ديك العجينه ديالنا هي خصها تكون كتجيك بارده باش تما كتسش لك. لغدا ملي كنجبدوا ديك العجينه كنزيدوها جوجلان. ايه. وانا نسيت جوج خمارات. يلا نزيدو جوج الخمارات. صافي ديك الساعه كنكوروها وكنزلوها في الطاوله وندخلوها الفران يكون سخون. اها. واخا. والزنجلان، الزنجلان كي كديريه مع العجينه؟ وي مع العجينه كنخلطو. مع العجينه كتخلطيه؟ ومن بعد عاد كتكوريها؟ كنكوروها وندخلوها الفران سخون. واخا. شكرا لك. نعم اختي اسيا. عافاك، عندي واحد السؤال دكتور عماد. قول لي. عندي حبشه بالفوجي وخلى لي الراس. كتبقاي تتلعبي فيه بصبعك؟ وي. ايوا ما خصكش تبقاي تحكي حبشبه بالضفرانك، لان الضفران كيكون فيهم ميكروبات وديك الشيء كيدخل لديك الحبيبات هما اللي كيخليو هكذاك اثار. شوف ان شاء الله هو غيكون معنا مع 11 ياك، وغادي ان شاء الله نجاوبوا على هذا السؤال ديالك، يعطيك شي وصفه اللي غتلقى عليها راحتك باذن الله. وباقي عندي واحد الطلب، عافاك اختي سناء. قول لي. بغيت نقدم واحد التحيه. تفضلي.